مدونه السير بالنسبه للبيرميات ها هي كاينه، برافو. دابا خصنا مدونه السير بالنسبه للناس اللي على رجليهم، يعني السير. دائما مع مدونه السير الجديده اللي دخلت التطبيق ديالها فاتح اكتوبر 2010. اليوم غادي نشوفوا الثقافه الجديده اللي جات مع هذه المدونه الجديده. قبل من هذه المدونه السير الجديده كنا ملي كنرتكبوه مخالفه كنا كنخلصوا الغرامه وكنكملوا الطريق. المشكل هو بعض الناس اللي ميسورين وعندهم الفلوس كيقول لك اودينا نخلص ونكمل طريقي حتى المخالفه الجايه وعاود نخلص، عندي الفلوس. مدونه السير الجديده جابتنا هذه الثقافه ديال التنقيط، غنخلص الغرامه وغادي يحيدوا لي النقاط ويمكن يديو لي حتى البيرمي. ناخذ مثال، السيد عنده بيرمي قديم 30 نقطه، غادي يركب وغادي يرتكب مخالفات. ما غنتكلموش على الثمن ديال الغرامات ولكن غنشوفوا كيفاش غيضيعوا ليه النقاط. نشوفوا، اذا غنشوفوا تقريبا واحد الدوره ديال 10 ديال الدقائق هذا السائق هذا غيضيع نقيطات كثار. ها هو ركب ما دارش حزام السلامه، ها هو غادي وقف باش يهز وليدو، وليدو عنده قل من 10 سنين، عاود ما يديروا اللور ويدير ليه الحزام السلامة، لا غيركبوك قدامو. مشى ما احترمش الأسبقية اللي علمت، زاد مزيان 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 الضوء الأحمر هذا ما وقفش نهائيا. هنا غنحبسوا حنايا ونديروا المجموعة. هذه غير دورة بقينا معاه 3 ديال الدقائق، مشاو ليه نقاط كثيرة. اسمحوا لي غادي يركب وغنتبعوه ونحسبوا. هو غادي السرعة في 60، هو غير في 80، مزيان النقيطات مشاو. هنا غادي دوبل، اياه والخط متصول دوبل على خاطرو. سمحوا لي هنا شي نقيطات عاوتاني غادي نمشي نجمعهم. اذا مثال صغير، من الدار للمدرسه للخدمه يمكن نضيعوا 20 حتى 30 نقطه، ولا ضاعوا لنا هاد النقاط راه خاصنا نديروا دوره تكوينيه على حسابنا حنا اللي نخلصوا ونتسناو 6 شهور يعني الطاكسي والطوبيس عاد عاوتاني ندوزوا السياقه وندوزوا قانون السير. هادشي علاش تكلمت في الاول على ثقافه النقاط، يعني ماشي حيت عندي الفلوس نخلص ونكمل طريقي. سمحوا لي هو عاوتاني غادي يسوق وغندير معاه الحساب، ولكن باش غيسوق ما عندوش الحق. ان رصيدكم غير كافي لسياقه السياره، المرجو تعبئه رصيدكم من جديد. الرصيد ديالو سالا، كانت عنده 30 نقطه كلها مشات، بحال قلنا التليفون ديالو ما بقاش مشارجي، يعني البيرمي الجديد بحال قلنا عندنا التليفون والمخالفه هي المكالمه. شحال ما هضرت شحال ما غنضيع الفلوس، شحال ما درت مخالفات شحال ما غنضيع النقاط. من الاحسن ما نضيع نقاط ما نخلص غرامه، نحترم قانون السير. وهذا الشيء كله اللي قلته راه غير باش تستهلك وما تهلك ما تهلك.